هتلاقي بزاف الناس اللي كانوا كيتسناوه. ما عرفتش واش عندي استعداد انني نحضر في هذا الموضوع، لان كنلقى راسي ما كيكونش عندي استعداد صراحه. راه صعيب باش تعاودي خصوصا هاد المواضيع هادو. المهم المواضيع ماشي تال تما، ولكن المهم شكون سببك في هذا الشيء؟ اللي ولداتك سبب في هذا الشيء، كتخليك تضطري انك تخرجي وتهضري في مواضيع ديالك الشخصيه. يلا تخيلوا معايا ان هذيك الانسانه اللي ولداتك كتعذبك في حياتك. راه هذا هو المشكل اللي عندي انا في حياتي. انا ماشي غير يتيمه الام وهي على قيد الحياه، لا، وتتعذبك في حياتك. هي كتكون هي اول وحده عدوتك، وكتكون اول وحده كتكرهك، وكتكون اول وحده كتوقف مع هذوك اللي ضدك. راه اصعب حاجه هي ملي كتلقي امك ضدك، والمشكله انا ما دايره لها والو. كنت معها غير درت شي حاجه ولا درت شي جريمه، اللي نقولوا هي ما تفقتش معايا ولا ضدي ولا هي. لان ابار يوتيوب، بلا يوتيوب كنلقى بزاف الناس اللي كتكون مربياهم غير مع باهم ولا خالتهم، كتكون ماتت امهم وكتكون مربيهم خالتهم، كيعيطوا ماما لذاك الانسان. لان شوفوا كلمه ماما ما كتقاش لي ولداتك، راه اللي ربى اكثر من اللي ولد. لان التربيه اللي عليها الاساس ما بقاتش في انني نحمل 9 شهور ونولد، ومن بعد فاش نولد هاد البنت نعطيها لمن مكان وندور انا في زناقي، وعاد فاش تكبر هاد البنت وتولي واحد بحال واحد الشميعه اللي انا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انتم شفتوا يعني الفيديو اللي خرجت به البنت يسرى اللي كتعبر عن مشاعرها وعن استيائها بكونها ان العلاقه ما بينها وبين الام ديالها يعني اصبحت شبه مقطوعه، وانها تعاني من خلال هذه العلاقه. احنا كنعرفوا بان علاقه الام بابنتها هي بعض الاحيان تكون صعبه ومعقده شيئا ما، فعندما يقع سوء تفاهم يعني يكون مشاكل بينهما، فمن الصعب يعني صعيب معرفة كيفية التعامل مع هذا الموقف. يعني كيكون صعيب يعني أن كل الطرفين يعني سواء كانت الأم أو الإبنة كيكون صعب عليهما التعامل مع هذا الموقف. فأنا وجدت نفسي أمام هذا الموضوع، والموضوع اللي كيهمنا نحن كأمهات، فحاولت نبحث عن طرق للتعامل مع هذه المواقف، وإليكم بعض النصائح. احنا نعرف بان مرحلة المراهقة تسعى كل الإناث والذكور الى الاعتماد على النفس والاستقلالية. يعني بنتك ولا ولدك يكون باغي يكون مستقل برأيه بشخصيته عن الاب والام. لماذا؟ لانه كيكون في مرحلة تكوين الذات وتكوين الشخصية. فاذا كان هناك يعني موقف فيه مشاجرات بينك وبين ابنتك، وأحسستي أن ابنتك غاضبة ولا تريد التحدث إليك، يعني أن شتي بأن بنتك ما بغاتش تهضر معك، فمن غير المجدي أن تغضبي بدورك. يعني محتاجش أنت تنوضي تغضبي وتصاعدي الموقف، تكبري الموقف. تقبلي على أنها تحتاج إلى الابتعاد وإلى وجود مساحة بينكما. تقبلي هذا الموقف ديالها وخلي واحد اتساع بينك وبينها، فهي محتاجة إلى وقت لكي تهدأ، وأنت بدورك استغلي الوقت لكي يكون لديك الوقت لتفكري بالأمر. يعني خلي بينك وبين واحد المساحة حتى أنت كتكون عندك فرصة باش تفكر في المشكل وتلقاي حلول. فليس من الضروري أن تحلي المشكلة بأسرع وقت فبهذه الطريقة سوف تستطيعين أن تحصلي على أفكار إيجابية لهذا الخصام الذي هو بينك وبين ابنتك. فالوقت اللي كتخلي بينك وبين ذاك الخصام اللي عندك بين بنتك وانتي كذا عطيك واحد الفرصة أنك تفكري مليا يعني بشوية عليك، وكتلقي حلول لهذا المشكل. نصيحة يعني بعض النصائح. ضعي نفسك في مكانها، يعني وضع نفسك انتين في بلاصة بنتك. ابنتك ليست نسخة من شخصيتك، فقد تقتسم معك مبادئك وبعض من أفكارك وقناعاتك، لكنها شخصية أخرى. يعني بنتك ماشي هي نسخة يعني صورة مطابقة لك، هي عندها شخصيتها وعندها كيانها وعندها ذاتها، يعني هي مستقلة عنك. فلا بد أن تحترمي هذه الشخصية وهذه الخصوصية، وتضعي نفسك مكانها لتتفهمي رد فعلها.
وضع نفسك يعني في المكان ديالها كأنك أنت الإبنة، وإحساسك تجاه أمك في ذاك الوقت وتجاه ذاك الموقف اللي وقع بيناتكم، باش تفهم شنو الإحساس ديال بنتك. استمعي لها ولكل كلامها حتى يتم التواصل الإيجابي معها، يعني أعطيها الوقت تسمع لها وحسي بها وعرفي كيفاش غادي يعني تجاوبها. دعها تعبر عن مواقفها ومشاعرها حتى تحس بأنك تدعمينها وتحترمي كلامها. خليها تعبر على نفسها، تقول شنو عندها باش تحس بأنك كتحترمي الكلام ديالها. استمعي فقط دون رد، يعني سمعي لها بلا ما تردي عليها. هذه يعني ستكون بداية لاستعادة الثقة بينك وبينها. يعني بهذه الطريقة هذه غادي تحاولي أنك تجددي الثقة وتبقى تثق فيك وتبقى تسمع تجين عندك وتقرب ليلك. عملي معها اتفاقية، يعني استعملي اتفاقية. دائما الصراع بين الابن والأم يكون بسبب أن كل واحد منهما يريد أن تكون كلمته هي الأخيرة. لابد أن تعرفي أنك إنسان ناضج، يعني ملي كتكون واحد الصراع ما بين الأم والابنة كيكون واحد الصراع على أنك واحد فيهم باغي يخلي الكلام ديالو هو اللي فوق. فلا بد أنك انتين كأم وأنك بكونك ناضجة وبالغة لابد أنك تستعملي هاد الورقة اللي في يدك، يعني ورقة النضج. فلا بد أن تحترمي هذا النضج بالليونة مع أبنائك، يعني ماشي غير مع البنت ولا مع الولد وإنما معهم بجوج. لابد أنك تحترمي النضج ديالك لكونك أنت كبيرة وبعقلك، يعني خصك تستعملي هذا النضج هذا في التعامل ديالك مع أبنائك. وحاولي أن تبرمي اتفاقيات صلح بشيء من الدعابة والالتزام كذلك دون قيود. يعني يمكن لك تعمل معهم واحد اتفاقية مع هذه البنت ديالك، وتكون هذه اتفاقيات صلح على اساس بعض يعني بعض الافكار اللي يمكن لك تطرحها عليها، ان مثلا في وقت الصراع اللي يكون واحد فيكم يعني غضبان يبدل ساعه اخرى، يعني يغير المكان يخرج حتى لا تشتعل نار الكراهيه والخصام بينكما. واقول كراهيه هي ليست كراهيه حقيقيه وانما كراهيه يعني بواحد الفتره. أحيانا في خضم المشاحنات الدائمة تصبح العلاقة شيئا ما مملة وسلبية، يعني كثرة الخصام والدباس كيصبح العلاقة مملة ويعني فيها طاقة سلبية جدا. حاولي أن تجدي وقت لابنتك وتخرجي معها إلى مكان لوحدكما لإعطائها اهتمام وترفهي عنها، خصوصا في مرحلة المراهقة فهي بحاجة أن تحس بوجودك معها للفسحة والترفيه. يعني اعطيها وقت من وقتك، خرج معها، خرجي يعني التنزل، التفقد بعض الأمكنة، يعني تخرج معها تشري بعض الملابس إذا كان بالإمكان، أو للفسحة فقط وللكلام فقط. فهذا يخلق لديكما واحد الوقت جميل يظل يعني كذكرى جميلة في حياة هذه الإبنة. في بعض الأحيان تلجأ ابنتك إلى أحد أفراد العائلة كبديل لك وبديل عنك لكي تعبر عن نفسها، وقد تتمسك بهذا الشخص إذا ما وجدت فيه الأذن التي فقدتها من خلالك، فتعبر عن حبها لهذا الشخص كبديل لعدم وجودك بجانبها. وهذا هو الخطر، وهذا ما رأيناه عند يسرى، لأن يسرى لم تجد الأم ديالها بجانبها في الفترة التي كانت بحاجة إليها، بالعكس كانت الأم لا أقول ضدها وإنما كانت في صراع مع الزوج، وكانت يسرى كورقة استعملتها الأم لكي تضغط على الزوج ويعني تحاربه، يعني هذه واحد النوع من الحرب استعملت فيه الزوجة والزوج كذلك الأبناء لكي يتحارب بينهما. وهذا خطأ جدا، لأن العلاقة ديال الزوج والزوجة هي غير العلاقة بين الأم والأب والأبناء.
فلا بد أن نفرق بين هذا وأن لا ندخل أبناءنا في الشجارات هما ليسوا بطرف فيها. وهذا ما يعني وجدته يسرى كملجأ في حضن لبنى، لأنها لبنى كانت ذكية فاستعملت هذا الجانب لكي يعني تقرب هذه الفتيات إلى جانبها. أو ثانيا، لا تحاولي أن تربحي في شجارك مع ابنتك، لأنها ليست حرب بقدر ما هي وسيلة لكي تتعلم من خلالها ابنتك كيف تتعامل داخل المجتمع. كنعرفوا بأن العلاقة ديالنا بيننا وبين أبنائنا هي واحد مدرسة كيتعلموا فيها الأبناء ديالنا كيف يتعاملون مع الآخرون، لأن نحن في البيت نعلمهم الاحترام وطريقة التعامل وطريقة النقاش وكيف تتقبل الآخر وكيف تتعامل مع الآخر وكيف تحد الآخر وتضع له خطوط حتى لا يتجاوز هذه الخطوط. فنحن مدرسة يتلقى أبناؤنا من خلالها دروسا في التعامل مع الآخر. وعلاقتك بابنتك هي مرآة لما عشتي أنت كذلك من علاقة مع أمك، حتى وإن كانت هذه العلاقة مع أمك ليست بالعلاقة المثالية، فحاولي أن تجعلي من علاقتك بابنتك كبديل لهذه العلاقة التي لم تكن سعيدة من خلالها مع أمك. يعني إذا كانت عندك علاقة مع أمك علاقة ماشي صحية، أو أنك ما كنتيش كتواصلي مع أمك جيدا، أو كانت أمك شخصية يعني قاسية، فهذا ما يعنيش أنك تستمري في الحقد يعني تستعملي هذه الورقة كنوع من الضغط على بناتك، لأن بناتك ليس لها دم في هذه العلاقة، وإنما حاولي أن تتحرري من كل هذه المشاكل التي عشتها خلال علاقتك بأمك. وإذا لم تستطيع من ذلك فلا بد أن تعرضي نفسك على طبيب متخصص لكي تتجاوزي الأمر. يعني إذا كنت كتحس براسك بأنك متقدرش تتعامل مع أبنائك بطريقة صحية وإيجابية، فلا بد أنك تعرضي نفسك على طبيب، وهذا شيء طبيعي، لأن أي واحد فينا يقدر يكون كيعاني من مشاكل نفسية. ابتعدي عن المعاندة والعناد، لأن لا يجدي، فأنت القدوة لابنتك، فإذا كنت معاندة فأنت ترسلي لها رسالة أن تكون معاندة بدورها. يعني ما تكونش معاندة مع بنتك وتتعاملي معها بواحد النوع ديال المعاندة، يعني مشاكسة، أنك توقفي على واحد الكلام وما تتراجعيش، وهذا كتعطي بنتك واحد الرسالة أنها تكون معاندة حتى هي، لأن أنت الصورة ديالها وأنت هي المثال وأنت هي القدوة، فهي كتكون ورقة بيضاء، فأنت التي ترسلي لها الطريقة التي يجب أن تتعامل معك ومع الآخرين. لابد أن تكون عندكم لغة تسامح، وهذه لغة إيجابية في كل علاقات، خصوصا مع أطفالك وابنتك بالتحديد. فالتسامح هو عملة نادرة لكنها كنز من كنوز الحفاظ على العلاقات الأسرية، وديننا الحنيف يدعو دائما للتسامح. يعني حاولي أنك تسامحي مع أبنائك وخصوصا بناتك، لأن هذا التسامح هو واحد عملة، يعني واحد كأنك عندك مال كتعاملي به وكتخزن هذا التسامح لي يعني لصالحك، لأن في واحد الوقت ربما تخطئين أو تصبحين يعني في واحد الموقف، وبدور هاد الأبناء سيسامحونك وسيتعاملون معك بنفس الطريقة التي أنت تتعاملين معهم. وأتمنى أن أكون قد يعني أعطيتكم ولو لمحة لمفهوم العلاقة ما بين الأم والابنة والأبناء بصفة عامة. دمتم في رعاية الله، ولا تنسوني من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله.